اليوم نهار غير عادي للمولاتي، معروضة عند عدوة منكم الفاميلة ديالنا من المتتبعات ديالي، كبرت بها كيف ما كبرت بيا. أكيد أنها مجرد ما عرضت عليا البيت طلب ديالها من غير ما نفكر، غادي نشارك معكم تحضيرات وتجهيزات في آخر دقيقة كيفاش ممكن تجهزي راسك وتطلعي كتحمقي. غنشارك معكم خطوات ماسك، نظارة، مكياج، تسريحة شعر، وكل ما يخص هاد العرضة بكل التفاصيل وعلى بركة الله. السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. اياه لاله مولاتي، كيف مشي معي في مقدمه اليوم؟ عرضه زوينه 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 بزاف. عرفتوا علاش؟ حيت عرضاني وحده من لافامي ديالنا متتبعه الا ان سيستم سكينه، عاد ولدها داير اسبوع، الله يكمل عليها بخير ويحفظ لها وليداتها. وقالت عافاك ايمان، جيم ترو بيان انك تكوني حاضره بيناتنا، وغيكون شرف كبير ليا والا ان سيستم سكينه ما ردهاش في وجهها. جي في صراحه لامبوسيبل باش نحضر في هذاك النهار، وغادي تشوفوا معايا كل شيء دقه دقه وكل شيء وحده وحده، والتحضيرات اكيد. واجل لاله مولاتي كتعرفوا ما كاينش شي نهار عندي يكون زعما مهم وما نديرش فيه شي ماسك باش يعطيني لك اللي قبل من المكياج وداك الشيء. متتبعاتي وفيات غيكونوا عارفين هاد الماسك. اول حاجه كيعطيني نضاره، ثاني حاجه كيخلي البشره رطبه، كيعطيني ديك لابريونس اللي حاليا البشره ديالي انا كتبان لي باهته شويه. لننطلق. شي كيقول ليه الخرطال وشي كيقول ليه الشوفان، مبيض خطير كيصفي البشره بواحد الطريقه سريعه وسحريه. غادي نحتاجوا البان اللي يكون طيب شويه ودانون طبيعي. اش غنحتاجوا البنات في الماسك؟ اول حاجه كيف ما قلت لكم الشوفان، خديناه طحناه تعطانا هذا الشيء كيف ما كتشوفوا. بنانا حتى هي شديناها معسناها مزيان وعطاتنا هذا الشيء حتى هو، ومعلقه ديال دانون مسوس على بركه الله. بسم الله، خذوا لي معلقه من الشوفان على هذا الشكل، معلقه مدوينين مسوس. البنان كيرطب البشره، الشوفان نضاره، دانون مسوس حتى هو كيعطينا تفتيح البشره. وها هو الماسك ديالنا واجد. نخلطوه مزيان هاد المكونات على هاد الشكل ونستعملوهم. اول حاجه غتلاحظوا معايا انني حيره، ما عرفتوش لبس هاد الجلابه الحمراء البنات اللي فيها ميم تنبات هو من التحت، ولا نلبس هاد الموف هادي اللي بغيت صراحه نلبس شحال ما لبستها، ولا نلبس هاد الغوز هادي اللي فيها الدونتيل من التحت. هاد السبابات البنات عاد خديته جالية معهم كاملين، حيت كلهم فيهم لي بيرل وهو بالباج هو فيه الدوغي غزال. شوفوا، فحيره ما عرفتش اينا وحده اللي غادي نلبس، فكنقول انا الموف الحمراء لبستها في لانيفرسير ديال صاحبتي ديرنييرمون. بصراحه ما عرفتش، المهم كنقول هاتي. وكيف ما شفتوا وجدنا الماسك كيعطي البنات، خطير خطير هذا الماسك، واعر، خاصكم تجربوه وتردوا عليا. ها هو، ها هو البنات الماسك ديالنا، البنان، الشوفان، ياغورت طبيعي، وما كاين ما احسن وما كاين ما احسن. طبقوا على البشره ديالنا على هذا الشكل. ممكن البنات كيف ما كنقول لكم ديري حتى لي سيرين ديالك، الحبوبه المعروفه ديالك. غير باش نقول شي بنات بان اليوتيوبر ما فيش فلتر، يعني كتشعلي الكاميرا عادي، يعني راه ماشي انستغرام ولا تيك توك ولا، كتشعلي الكاميرا عادي وكتباني. فوالا، ديري مزيان، كيف ما قلتلكم ديري حتى لي سيرين ديالك. البنان كيعطي واحد الترطيب زوين، كتحسو بواحد انتعاش. لابو خاصها تكون نقية، أنا راه مقومية البنات البارح حتى هو كنت في المعرض في الفونت بريفي، يعني تهليت انا في راسي. كيعجبكم فحال هاد الفيديو انا عارفاكم، كنحمسكم الله يحفظكم ليا ويخليكم ليا يا اختي على هالشكل. ونخليوها البنات، ممكن تستعملوا حتى العنق ديالكم. غنخليوها البنات واحد 15 دقيقه ونغسلو. البنان ما يخليش لنا الماسك ينشف، يعني باش ما احسن حاجه الماسك يستافد منه البشره ونغسلو. كيف ما شفتوا البنات قلت لكم حيره، كاينه هادي كيجي تحت منها البنات الدونتيل كيف ما قلت لكم بحال هكا، وكاينه هاد الموف
كتعجبني صراحه، في هاد لو بيغل، في هاد لو تروك من الكميمات، كاينه هاد لو روج، هاد الحميمره كيحمقني الاحمر. فانا كنقول غنلبس هادي ونلبس مع هاد السبابات، هادشي اللي قلت نلبس هادي. واخيرا هذه كانت جلابة اللي اختاريت، كيف ما شفتوا صراحه جات غزاله، شي حاجه اللي شحال ما كتلبسيها راه بحالها عاد مخيطاها، وكنت فرحانه بها وانا غادي نلبسها في هذا النهار هذا. انا اختي غسلت وجهي كما كتشوفوا، وهنا غادي نرطبوا البشره ديالنا ونجهزوا، حيت غنديروا مكياج خاصو يجي على بشره رطبه وفيها نضاره ويجي المكياج عليها غزال. كيف ما شفتوا كنماكي وانا فرحانه، كنماكي وانا في ستريس صراحه. كيف ما عرفتوا انها مجرد انها صراحه عرضت عليا وكبرت بيا، وصراحه انها اصرات وحسيت بها انها فريمون بغات نشارك هذه فرحتها في ولادة ديالها بدون ما كنفكر. هي صراحه هي ساكنه في المحمديه، وقلت علاش لا ما مشيت انا نديرها بحال اختي ومشي نفرح معاها، وقسم بالله مشيت بالقلب مسلم. وانا انسانه شعبيه، الناس المقربين عارفين هذا الشيء، واللهم لك الحمد اللي في قلبي راه كيبان عليا. مشيت فرحت معاها وضحكت معاها بحال غدا عند اختي واقرب مقربين ليا. تعجبك البنات هادي؟ جبديها تراك جوج دقائق حيدت لك كلشي، سورتو ملي كتكوني زربانه. المهم انا راه محيده كنبغي نشيني. في واحد هنا كتبقى تشعلي تبين لك، فوالا كتسديها حلي من هنا وشوفي حيدت كيلكو بوال شتيهم، وفي حبان ساهلة. بزاف ديال البنات كيبقاو يقولي كيفاش ايمان كتصايبي شعرك كيفاش هكا، الا وحلت هكا في الدار بوحدي كاينش ما احسن من هادي. كتب عليكم الكذب، كنشط شعري مزيان، انا كنصايبو ناشف ما كنصايبوش البنات سارد باش ما يتحرقش ليا، وكندير ليه السيروم ديال غامبيا اللي كيحمي الشعر من الحراره، عاد نشطو. من بعد كناخذ خصله بخصله وكناخذ بلاك ديالي، كنصيب شعري عادي جدا. ان شاء الله بحول الله غندير لكم فيديو مفصل كيفاش تسرحوا شعركم، حيت انا كنت زربانه شويه عادي، انا ديجا شعري شويه رطب البنات، كنحاول هكا نسرحوا وكنبقى نلوي، فكيعطيني هذاك لو فوليوم كيجي بوكلي. هذه المره درتو بوكلي كيف ما كتشوفوا، غنحلو مازال غنحل هذا الشيء بيان سور، وغندير معكم هذه كيفاش كتاخذوا اون فرونج على هذا الشكل، كديروا بحال هكا صافي وكتهبطوا تخليوها شويه فوالا، وكتجي دايره وحليبله بحال هكا. ولا ميم شوز بوغ هادي حتى هي، كتاخذوا بحال هكا وكنبقاو ندورو ونهبطو نهبطو 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 بشويه حتى كتعطيكم بحال هكا. نعاودو هادي حتى هي ديولا هكا، وكتبقى نزايلنا هنا فوالا. هنايا صافي كنعاود نوريه لكم، حليتو هكا شويه من البوكلاج ومازال غزيد يتحل، حيت صراحه الشعر طب ما كيشدش فيه كاع البوكلي. صافي هنا خديت ندير لي زاكسيسوار ديالي، حيت صراحه كنساهم في اخر لحظه، غير بانوا ليا قلت غنديرهم هما الاولين، وغادي نبدا معكم الميكاب اللي صراحه جا خفيف جا غزال، ما كاينش اللي ما سولنيش عليه، وسورتو على الروج اليف. غنشارك معكم كل شيء، غير هو الا بغيتوا هذا المكياج بالتفصيل وقولوها لي. البنات دابا من بعد ما صبنا شعرنا درت هاد البوندو باش نبدا ندير المكياج، صافي تفيرا ترديره البنات لو جيل بيرمانون، دونك ما غاديش نوحلو معاهم حيت كياخذوا الوقت باردون. دابا غنمشي البنات نماكي الوجه ديالي، غندير هاد المكياج، الا عجبكم قولوها لي في التعاليق باش نديرو لكم فيديو بوحدو. المهم غنمشي نماكي وغنرجع معاكم. كونوا
سالينا العبينات كيف ما شفتوا لو طان كندير اونتي سيرم فراج ومن غندير دابا غير كنبقى نختار 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 كندير 3 ولا 4 كنطيح في لوز هذا وهذا 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 باش نطيح في لا كولور اللي بغيت غنديرهم نرجع معكم دابا رجعت لهلا يوريكم شحال من لون درت باش طحت في هذا اللون قسما بالله البنات الا درت هذا ديال فلورمار موف بعدا درت كونتور هذا ديال فلورمار الغوز درت هذا الموف ودرت هذا ديال سيفورا نيميرو 13 ودرت هذا الوسط باش خرج لي هذا اللون تخيلوا ودابا شويه ديال الفراج وعاوتاني لمسات الاخيره كي زيت البنات كي جا المكياج نتمنى يعجبكم مثلا نطلق شعري من عاد نقادو جاكم الحبان هذا كان اخر لوك ديالنا ماشي اخر لوك باقي ما لبش ولكن اخر لوك ديال المكياج والشعر كيف ما شفتوا سورتو ملي غنلبس جلابه الموف غيبان واحد اللوك مختلف كليا هذا المكياج صراحه جا غزال وساهل صراحه ساهل بزاف باش نقول لكم ما كنديرش فون دو تان ما كندير والو من غير الفراجو اونتي سيرن فقط ملي كتكوني مهليه في البشره ديالك وكتكون عليها نظاره ما كتحتاجيش اصلا الفون دو تان غير تبعوا وصفات ايمي بيوتي وما غاديش يخسر لكم كاع خاطركم بالعكس غادي تدعيوا معايا وهنا كيف ما شفتوا كان اللوك الاخير 100% صافي هنا غادي قلت نسجل لكم هكا واحد الدوره خفيفه المكياج مع الجلابيه وداكشي كيفاش جا خليوا لي في التعليق كيفاش جاكم صراحه انا عجبني وهذا السبب حتى هو كنت عاد ختيتو جا معها اسورتي كنتمنى حتى نتوما اللوك ينال الاعجاب ديالكم وحنا دابا غاديين في الطريق قربنا نوصلوا عند السيده وكنت فرحانه وهنا كيف ما شفتوا راه طالقي الموسيقى ما عنديش الحق تسمعوها حيت هادشي ما في يوتيوب ممنوع فهنا البنات غادي تلاحظوا انني مشيت مع صاحبتي فتا هي قالت لي جيبي معك مسكينه ماما خواتاتك تا غنجيب صاحبتي باش نكون مرتاحه 100% وهنا صافي كيف ما شفتوا عطاونا دي جو عطاونا هكا باش نحلي وتعاملت عادي وكنت فرحانه والناس كبروا بيا واحد كبيره يا البنات حطوني في عينيهم اللهم لك الحمد صراحه حب الناس نعمه ما كتشرى ما كتباع اللهم لك الحمد كنحمدك يا ربي ونشكرك كل دقيقه على حب الناس ليا كنبغيكم كنموت عليكم شوفوا وليتو من الفاميلا ديالي راه ملي كنقولها راه قولا وفعلا عرضت عليا السيده نت كنجري مشيت عندها يعني ما غاديش نقولها وما غنديرش بها مستحيل البنات صافي كيف مشونا رانا عاشتين وشطحنا وكانت لومبيونس زوينه وكنا غير فخامه البنات صافي هنا دازت الدوره ديال اتاي كانت الموسيقى زوينه غير مع حقوق طبع ونشر ما عنديش الحق فكيف ما شفتوا هنا كويز ديال اتاي غادي يدور تختاري انا كنحمق على كعوزال وهاد هاد المشقه هادي كتعجبني كتحمقني وانا كنشارك معكم البيفي اللي دارت خديجه البيفي البنات انا شخصيا درتو في لاكلينيك حيت برك 3 جو خديجه لا ولدت عادي درتو في الدار كان هكا شوكولا كيكون هكا سرغينه كيكون ديم صاحف كيكون شوكولا بريستيج سلو بريستيج كان صراحه داكشي غزال وزوين ودابا غادي تشوفوا معايا كيفاش زعما نسجمت انا وخديجه بحال كنعرفها من شحال هادي وانا صراحه كنحاول هكا نسجم مع الناس انسانه شعبيه اللهم لك الحمد غادي تشوفوا دابا غيبدا المعقول مولاتي ايوا غير سالينا شطح ورديح وغادي تبدا كنكونوا صافي جانا الجوع هكدي صفي بريستيج واللي دارت ليها قلت لكم كيفاش تعرفنا غاليه غاليه تريتو ديالي خدات من عندها النمره خديجه من يوتيوب واتصلت بها باش تكون حتى هي تحضر ليها فهاد النهار وتبارك الله غاليه ما كتحشمناش نهائيا الله يعطيها الصحه عندها داكشي رائع دارت لنا هكا الكوكلي مع صفي بريستيج كيجي غزال جات بنينه كتبان ما مسقياش ما هي حطت لنا هكا البلول وكل شيء كان داكشي خاطر غزال وبنين وفريمون
رائع. وجد بالغوتي دو بوف كان خطير هكا مع كريم فريش وشامبينيون كان والخضره سوتي واعر داكشي ميم الخضره كتبان لكم جديده وغزاله صراحه كان داكشي زوين 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 غاليه كما العاده كيف ما تبارك الله كتهلا فيا كتهلا في كاع الكليان ديالها دارت لينا هكا كلاص ديسير كان داكشي زوين فريمون شبعنا الله يخلف عليها وشكرا على التكبيره ديالك خديجه من هذا المنبر الله يكبر بيك والله يخلي لك وليداتك مازال البنات غتشوفونا اننا كنهضروا اونصامبل وكل شيء صافي هنا كنتحدوا كناكلوا كنجمعوا كنتعرفوا اكثر على بعضياتنا واللهم لك الحمد الله كيلاقيني غير مع الناس اللي بحالي واللي اللهم لك الحمد قولوا ديما الله يلاقينا مع الناس اللي حسن منا يلاقيك ربي غير مع الناس الزوينين هنا كنحليو وكنشارك معكم هنا مسكين عطاتنا ابتي جاستاكا ديال بوفي نديوه معانا باش نبقاو نتفكروا لو سوفينير هكا دي معاك مصيحيف ولا هكا تفكري السوفينير مع خديجه اهلا لاله خديجه الله يكمل عليك بالخير الله يحفظ لك وليدك وصراحه كنشرف ليا انني نحضر معاك ميرسي بور لانفيتاسيون نحضر معاك وتبارك الله داكشي داز غزال بحالك الحبه انا غير باش تعرفوا خديجه من المتتبعات ديالي واللي مسكينه كبرات بيا وكان اول مره غادي نشوفها وغزاله قلبا وقلبا بارك الله فيك الله يحفظ لك وليدك امين كمل لك بالخير امين ونشطنا صراحه البنات داز واحد الله يجعلها صحبه مداومه ان شاء الله يا ربي ديما ان شاء الله ديروا شي فيديو مرحبا وديري شي ماسك اختي من دوك الماسكات ديالك راه وجهي ناشف مرحبا على الراس والعين تهلا فيك اختي تهلا فيا اختي مزيان داز نهار زوين البنات صراحه وبيان سور غتكون شفتوا لا فيديو و خديجه خديجه الفيلاليه مرحبا بكم البنات راه هي عندها انشان عندي انشان باقا صغيره الله يسهل عليك امين يا ربي العالمين غزالتي انا يلاه دخلت اختكم كاو الحمد لله صراحه داز داكشي تبارك الله الزوين شوفوا غير باش تعرفوا ما كنقول لكم العائله ديالي الثانيه حيت فريمون العائله ديالي الثانيه شوفوا غير البنت صراحه كبرت بيا الا ان سيستم ماشي مره وماشي جوج وقالتها ميم تريتور حيت عندي سيره مع تريتور اللي دارت هي اللي كنت درت انا في العراضه ديال لوستي اختي وعيطت لها وقالت لها عافاك بغيت امي بيوتي تحضر وانا ما نقدرش نقول لها لي فان ديالي على الراس والعين صراحه ولكن شوفوا حتى البنت غزاله اللهم لك الحمد ربي كيلاقيني معي غير مع الناس اللي حسن مني وبحالي يلا دخلت البنات كانت غوبوزه تشاي صغير جو ها هو باركي كنرجع به لو مورال غنشارك معكم مسكين عطاتني ام بيتي جاست هكا ديال البوفي غنشاركوا معكم دابا ونوجه لها تحيه كبيره من هنا وان شاء الله ما تكونش هذه هي الاخرى ها هو البنات غادي نشاركوا معكم هذا صابلي بريستيج هذا المصحيف بحال ديال يانيسو كان عنده لو ريبون في سميتو جود ليس مو بارلي كوا دوطخ البنات هذا سلو بريستيج بيبي بوي وهذه استرغينه فوالا هادشي اللي كان وهذا هو اللي شاركت معكم شنو كان هكا شنو عطاتني من البوفي كنبغي نقول لكم كلشي اون ديتاي وان شاء الله بحول الله غادي نخليكم دابا ونقول لكم الى الفيديو القادم بحول الله السلام عليكم